أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إماراتي. كما عودناكم أن نستضيف لكم نخبة من رجال الأعمال داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. يسعدنا اليوم أن نقدم لكم قصة نجاح جديدة من شركة أبو جي، أكيد الأستاذ ماهر المصري. يسعد مساك أستاذ ماهر. يسعد مساك يا رب. حابين نتعرف بعيدا عن الألقاب، من هو ماهر؟ ماهر هو شاب بسيط اجى بعمر صغير على الامارات، واشتغل طبعا بنفس المجال اللي كنت انا بشتغل فيه اصلا ببلدي الام، وطورنا شوي شوي وقررنا بال 2008 انه نعمل شغل خاص في مجال الطيران. يعني خلينا نتكلم اكثر عن الخبرات اللي اكتسبتها داخل الدوله، واكيد ودرست الاسواق الاماراتيه من قبل ما تقرر انك تفتتح الشركه الخاصه فيك، فخلينا نتكلم عن هذا الشيء. طبعا احنا لما فتحنا ابو جي بال 2008 كان في دراسه كثير عميقه للسوق المحلي الاماراتي والسوق العالمي كمان، عشان هيك بال 2008 احنا قررنا نفتح الشركه. واذا بتتذكروا 2008 كانت سنه صعبه. صحيح، كانت ازمه ماليه عالميه. طبعا فهي بيثبت انه الازمات بتخلق شغلات حلوه. اكيد، والتحديات ايضا تخلينا نعيش قصص نجاح كاملة. خلينا نتكلم عن بداية هذه الفكرة، كيف أنشأتوها وكيف تعبتوا لحد ما وصلنا اليوم على هذه المواصيل. خلينا نتكلم أهم الخدمات اللي تقدموها. شيخ يوسف، المدير الأوبريشن بشركة أبو جي. نحن شركتنا بتقدم الطيارات الخاصة، بتقدم جميع أنواع الخدمات. طبعاً الخدمات بتنقسم لقسمين، خدمات جوية وخدمات أرضية. تماماً، بنحكي بشكل مبسط عن الخدمات الجوية اللي هي تتضمن موضوع تصاريح الطائرات اللي عبور الجوي والهبوط. تصاريح العبور الجوي نحن عم نحكي وورد وايد، بأي بلد بتعبر الطائرة وبأي بلد ممكن تنزل الطائرة. تماماً، نحن بنحط بالحسبان دائماً أنه كل بلد إلى بروسيجر، إلى قوانين، إلى متطلبات، وإلى نوع من أنواع السيرتيفيكاتس أو الأوراق اللازمة. طبعاً بتكون مرتبطة من الطائرة للركاب لطاقم الكرو أو طاقم الضيافة اللي موجود على الطائرة. هي الخدمات الجوية طبعاً بيتخللها شيء اسمه المخطط الطيران، اللي هو بيقوله بالإنجليزي Computerized Flight Planning، يلي بيتواجد عندنا سيستم نحن وفريق مختص بهي خطط الطيران، يلي بنوضعها على حسب رغبة الزبون والجدول الطائرة ورغبة الباسنجر بالأساس. طبعاً موضوع البرايفت جيتس، طبعاً هذا انكلودد موضوع الكارغو فلايتس وطيران الميليتري وطيران الامبلنس الإسعاف. هذا بالنسبة للخدمات الجوية. بالنسبة للخدمات الأرضية ممكن تنقسم لقسمين. الخدمات الأرضية هو تخديم الطائرة في جميع أنحاء المطارات بالعالم، هي السيرفيسز بتقدمها شركتنا لأي نوع طيارة. مثل ما حكينا في عنا طيارات خاصة، في عنا طيارات بريزيدنشال، في عنا طيارات ميليتري كارغو والإسعاف الإمبلنس. الخدمات الأرضية هي بتتمحور على خدمات الطائرة بالمطارات، وين الطائرة بدها تنزل. نحن بنكون عندنا فريق مختص موجود، طبعا هذا الفريق بيكون هو جزء من النتورك اللي نحن عاملينه وورد وايد بالعالم بجميع مطارات العالم. طبعا بكل لوكيشنز نحن عندنا نتورك، عندنا سوبرفايزر اون جراوند، ممكن نقدر نعتبرها فروم هاند تو هاند. شو قصدي فروم هاند تو هاند؟ نحن من الدقيقه اللي الطائره بتاخذ تصريح الهبوط للدقيقه اللي بتاخذ تصريح الاقلاع، نحن بنكون عم نقدم خدمات كامله لطاقم الطياره ولا الباسنجر وكمان للطائرة عن طريق المطارات، عن طريق النتورك الموجودة وورد وايد عنا بجميع أنحاء العالم. الخدمة الأرضية الثانية ممكن تتخلل موضوع الفيول. عنا أسعار منافسة عن طريق شركتنا، بنقدم أسعار منافسة في جميع المحطات طبعاً، لأنه نحن عنا نتورك كبيرة وملتيبل سبلايرز ممكن نتعامل معهم.
بفضل هذا ممكن يكون في منافسة بموضوع الأسعار ونقدم أسعار ممتازة وخاصة للزبائن اللي يتعاملوا مع شركة أبوجي. الخدمات الأرضية الثانية ممكن تتخللها موضوع ترانسبورتيشن، توصيل الكرو وتوصيل الباسنجر، موضوع الأوتيلات. نحن كتير سلكتف موضوع الأوتيلات بالنسبة للكرو وبالنسبة للباسنجر، إذا الباسنجر طلبوا موضوع أوتيلات بأي لوكيشن بينزلوا. موضوع الكرو كمان ما حكينا إحنا سلكتف لأنه الكرو بيهمنا راحتهم، بيهمنا يكونوا عندهم مور فوكس مور باور لحتى يقوموا بالمشن اللي هن بيعملوا فيها، هي الطيران من لوكيشن للوكيشن. الخدمات الثانية ممكن يكون عندنا موضوع الكيترينج اللي هو كمان بارت كتير مهم بموضوع الطيران لراحة الباسنجر ومتطلبات الباسنجر إن كانت باسنجر، حتى موضوع الكارغو كمان موضوع الكيترينج كتير مهم بالنسبة للكرو، عدد الكرو بيكون أكبر بالكارغو فلايتس، الاهتمام أكبر بموضوع الكارغو، حتى بموضوع الكيترينج حكينا عليه. وموضوع ثاني هو موضوع الـ transportation inside the airport as well، يعني في transportation كمان من الترمينال للايركرافت، من الايركرافت للترمينال، هي كمان بيكون فيها جهات مختصة كمان تتشعب لعدة كاتدريز من السيارات وعدة كاتدريز من الميت اند اسيست، الاستقبال والترحيب في بعض الباسنجرز، وموضوع البروتوكولات بالمطار. دولة الإمارات العربية المتحدة أكيد أكثر من 200 جنسية والمنافسة جدا شديدة سبيشالي هذا الخصوص. خلينا نتكلم على شو اللي يميزكم اليوم، شو كيف وضعتوا بصمة تميزتوا فيها عن باقي المنافسين داخل الدولة؟ أول شيء تعدد الجنسيات بالإمارات العربية المتحدة أكيد بيخلق منافسة قوية، وبنفس الوقت بيخلق حافز أو لأنه وبيخلق دعم، لأنه وجود عدد كبير من الجنسيات يعني وجود عدد مختلف من الأشخاص، عدد مختلف من اللغات، عدد مختلف من الثقافات والحضارات، لهذا الشيء أصلاً بنعكس على الشغل بوزيتيف. كثير حلو. خلينا شو أهم الشركات اللي تتعاملون فيها، أهم الكلاينتس اللي عندكم إياها في الشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ في عنا أسماء كبيرة بنفتخر إنه إحنا مشتغل فيها، مشتغل معها، اللي هي مثل أبو ظبي أفييشن، والرويال جيت، بريزيدنشال فلايتس، دبي إير وينج، هذول الشركات. وأهم الوجهات اللي تخدموها عالميا؟ عالميا إحنا متخصصين طبعا بنورث يوروب او بحر ايست يوروب وبافريكا وبالسي اي اس. استاذ ماهر، لما يجيكم اي عميل يريد يتعامل بهذا الخصوص، كل كيف الاجراءات المتبعه اللي تعطوه اعلى جوده ممكنه من الخدمات؟ طبعا نحن اي عميل جديد بينضم للشبكه تبعنا بيروح اول شيء على القسم المختص اللي هو قسم السيلز والماركتينج، بيعمل كونتراكت معه، متعرف عليه، بنشوف شو هو احتياجاته، شو البريفرنسز تبعه، وعلى الاساس بنعمل شيء بهم هالعميل كثير بطريقه انه نعطيه افضل خدمات موجوده بالسوق. اليوم انت كمدير تنفيذي في الشركه اكيد اليوم موظفيك او فريق العمل القائم في الشركه هم ايديك اليمين وعائلتك الثانيه، كيفيه انتقاء فريق العمل جدا شيء ضروري مهم باي شركه. كيف الاستاذ ماهر مصري اختار فريق عمله ليعطي اعلى جوده ممكنه من الخدمات؟ انتقائنا لفريق العمل او لشركائنا اللي بيشتغلوا معنا طبعا في كريتيرياز مهمه تكون بالنسبه لنا، تعدد الجنسيات اللي حكينا عنه شغله مهمه كثير لانه هي بنعتبر احنا ادد فاليو لها اكيد، فهي شغله مهمة. والشغله الثانيه اكيد الموتيفيشن اللي عند الشخص، الخبرات اللي عنده، طموحه، لانه نحن بهالبلد هي تعلمنا انه الواحد لازم يكون طموح بلا حدود. خلينا نستوحي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كتاب رؤيتي، يقول وصول للرقم واحد سهل لكن الاستمراريه هي الاصعب، فخلينا نتكلم عن هذه التحديات وكيف واجهتها حضرتك. هذا الكلام طبعا جدا صحيح، لانه يوصل الواحد الى القمه بده جهد، بس بيوصل حافظ على القمه هون بده بقى الجهد الاكبر. فأكيد نحن خلال السنوات الطويلة هي الموجودين بمجال العمل هذا لا شك مثلنا مثل أي شركة أي مجال عمل واجهتنا صعوبات كبيرة، بس كمان مرة نحن تعلمنا وعم نتعلم من سمو الشيخ محمد بن راشد أنه هالتحديات هاي نصنع منها معجزات.
أكيد. في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما نعرف دائما في رؤية مستقبلية للدولة، ودائما إحنا نمشي على خطة شيوخنا الكرام أكيد. فخلينا نتكلم عن خطط المستقبلية للأستاذ ماهر، وين ممكن نشوفك على مدار الخمس سنوات القادمة؟ صحيح، وجودنا بدولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة هو أكبر حافز لنا أنه نحن نتطور داخلياً وخارجياً. فعلى صعيد دولة الإمارات نحن موجودين حالياً باثنين لوكيشن بالإمارات بمكتبين. فنحن خططنا مش للخمس سنين الجاية، لثلاث سنين الجاية أنه نكون موجودين أزمات لك بكل فبأغلب الإمارات العربية المتحدة. كل التوفيق لك أكيد أستاذ ماهر. بعد سنوات الخبرة الطويلة والنجاحات المتتالية لحد ما وصلنا هذه المواصيل اليوم، من يستحق كلمة شكرا؟ من كان ساندك ودعمك طوال مسيرتك؟ صحيح، كلمة الشكر طبعا الأولى بتكون للأهل، للأم بشكل خاص. كلمة الشكر أكيد لكل شخص اشتغل معي وحط ايده بايدي بمسيرة النجاح اللي بعده معنا بعد سنوات طويلة. دولة الامارات اكيد ننعم في نعمتين هما الامن والامان اللي ساعدوا على الاستثمار والتطور والازدهار. اليوم كلمة شكر اخيرة من قبلك استاذ ماهر لدولة الامارات وحكام دولة الامارات لما هيئوه لنا من بيئة خصبة للاستثمار، نبتديها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد واكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. كلمة الشكر الاكبر والاسمى لسمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد ولكل حكام الإمارات ولا شعب الإمارات الطيب، لأنه صراحة هالبلد الطيب هي قدرت تخلق مناخ مناسب لكل الشركات مش بس نحن، لكل الأشخاص أنه يكون مكان يقدروا يحققوا فيه أحلامهم ويقدروا يحققوا فيه نجاحات كبيرة مستمدة طبعا من الشيء اللي عم نتعلمه من حكام هالدولة هي العظماء، كيف الواحد يقدر ينجح، كيف يدير الأزمات، كيف يستفيد من الأزمات، كيف يحول الأزمات لنجاح. طبعا كلمة شكر ما بتكفي، أنا برأيي الشكر بيكون مش بس بالكلمات، الشكر بيكون لما بنكون نقدر نكون فعالين أكثر بالمجتمع الإماراتي، نقدر نوصل الشكر بطريقة غير بكلمة، بطريقة بالعمل. أكيد كل الشكر لك أستاذ ماهر مصري من شركة أوبجي. أكيد كل الشكر لك، كنا ضيف في برنامجنا برنامج إماراتي. شكرا لك. في كل إمارة تروح تسلد كعقل وروح، بر ومدن وجبال حاجة ترد